لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي إلا على صفقات نادي الهلال في الميركاتو الحالي استعدادا للموسم الرياضي الجديد. الهلال أعلن في وقت سابق التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو غارديم بالإضافة إلى ظهير أيمن القادسية حمد اليامي والمهاجم المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي. وإلى جانب هذه الصفقات يعمل مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على حسم مصير عدد من اللاعبين مع الفريق الأول لكرة القدم. ووفقا لصحيفة الرياض قرر الجهاز الفني لنادي الهلال استدعاء عدد من النجوم الشباب للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، وهم الحارس عبد الله البيشي، الظهير الأيسر نواف المفرج، لاعب الوسط عبد الرحمن الدخيل، الجناح الأيسر سعد الناصر، والمهاجم تركي المطيري. وستنتظر الإدارة الهلالية قرار غارديم النهائي قبل تصعيد هؤلاء النجوم الشباب بشكل رسمي إلى الفريق الأول لكرة القدم. ويعتبر المفرج والناصر أقوى المرشحين للصعود رسميا إلى الفريق الأول في ظل النقص العددي في مركز الظهير والجناح الأيسر والذي لا يتواجد فيهما إلا ياسر الشهراني وسالم الدوسري. كشفت الصحيفة أيضا عن انتظار إدارة الهلال قرار المدرب البرتغالي لتحديد مصير اللاعبين العائدين من الإعارة، وهم المدافع محمد الناصر، الظهير محمد الكنيدري، لاعب الوسط منصور البيشي، لاعب الوسط نواف شراحيلي، الجناح الأيسر دعار العتيبي، والمهاجم رياض الغامدي. ومنصور البيشي يعد أقوى المرشحين للبقاء مع الهلال بعد العودة من الإعارة، حيث أوصى الروماني راز فالوشيسكو المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم به. كما أن الهلال يعاني من أزمة في خط الوسط في ظل الإصابات المتكررة لعبد الله عطيف وسلمان الفرج. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.